خليل هنيت مع فاروق بن مصطفى اليسيري. خليل هنيت في مواجهة مع فاروق، يتقدم خليل ويضيع أول ضربة جزاء، وأول ضربة جزاء مهدورة. خليل هنيت يضيع، خليل هنيت خارج المرمى، مشى وحدة وحدة وحطها لبرا. خليل هنيت كانت الثقة موجودة لكن مشيت خارج المرمى، وعبد القادر الوسلاتي باش يكون المسدد الأول المنفذ الأول في سلسلة ضربات جزاء الإفريقي. عبد القادر الوسلاتي يتقدم الوسلاتي ويسجل الوسلاتي، ينجح عبد القادر الوسلاتي يمنح راس بقيه للنادي الافريقي. ضربه جزاء ناجحه للافريقي مقابل ضربه جزاء مهدوره للمستقبل الرياضي بالمرسى، وثاني ضربه جزاء باش تكون من اقدام محمد العويشي. العويشي في تنفيذ ضربه جزاء ثانيه للمستقبل المرسى. الحوار مره ثانيه مره اخرى مع فاروق بن مصطفى، فاروق والعويشي. محمد العويشي يحط الكرة في مكان التنفيذ في نقطة ضربة الجزاء، يتقدم العويشي، يتقدم وينجح، ينجح محمد العويشي، ينجح بعد ما أخفق هنيد، ينجح محمد العويشي في منح ضربة الجزاء الأولى الناجحة للمستقبل الذي بالمرسى. واحد واحد، لكن المرسى مستقبل المرسى عنده ضربة جزاء مهدورة. عماد المنيوي، عماد المنيوي في تنفيذ ضربة الجزاء الثانية للنادي الافريقي. المنيوي ويوسف الترابلسي، قلت اخصائي كرة ثابتة، هل ينجح المنيوي؟ يسجل، ينجح عماد المنيوي في اضافة ضربة جزاء اثنين للافريقي واحد للمستقبل الرياضي بالمرسى. سامويل بها بها، سامويل بها ممتاز تنفيذ عماد المنيوي ضربة الجزاء. يوسف الترابلسي مشى على اليسار والمنيوي حطها على اليمين، والنتيجة ضربة جزاء ثانية ناجحة في انتظار ضربة جزاء ثالثة. هل تكون الثانية ناجحة بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى؟ سامويل بها 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 باهية، ولا من بها يتقدم بها، باهية برشا من بها، هايلة من بها. ضربة الجزاء الثالثة والثانية ناجحة. نذكر خليل هنيت كان أهدر ضربة الجزاء الأولى، هنا نستناو في تنفيذ ضربة الجزاء من بلال العيفة. بلال العيفة هل ينجح في تسجيل ضربة الجزاء الثالثة ومنح الأسبقية للنادي الإفريقي؟ يوسف الترابلسي، بلال العيفة، بلال العيفة ويوسف الترابلسي، بلال العيفة وضربة الجزاء الرقم ثلاثة للنادي الإفريقي. 2-2، لكن المرسى زيد ضربة جزاء، يتقدم العيفة، يتقدم عيفة، رغم محاولة يوسف الترابلسي يسجل بلال. محاولة من يوسف الترابلسي للتصدي لمنع بلال العيفة، لكن ينجح. هذه الإعادة أمامكم قوية، حاول لكن كانت قوية من بلال العيفة. 3 للإفريقي، 2 لمستقبل المرسى. ماهر العبيدي، ماهر العبيدي، ماهر العبيدي، ماهر العبيدي صاحب هدف الأول، هدف الأسبقية للمستقبل الرياضي بالمرسى. نجح في التسجيل في المباراة، هل ينجح في ضربة الجزاء؟ عبيدي وينجح، ماهر العبيدي ينجح، ماهر العبيدي يسجل ثالث ضربة جزاء، لكن من جملة 4 تبقى الأسبقية للنادي الإفريقي. هذا إبراهيم الشنيحي، إبراهيم الشنيحي الجزائري،
هل ينجح الشنيحي من في التسجيل من أربعة، ينجح في التسجيل أربعة ضربات جزاء تبقى الأسبقية ليه ويقرب من حتم الأمور؟ ننتظر ضربة جزاء لإبراهيم الشنيحي اليساري قدام فاروق بن مصطفى، اليساري الشنيحي قدام الخصائي يوسف الطرابلسي. يتقدم شنيح، يتقدم شنيحي، رائع ممتاز التنفيذ، رائع وممتاز، ممتاز إبراهيم الشنيحي بصنعة كبيرة، بصنعة كبيرة يحط الكرة في شباك يوسف الطرابلسي. أربعة للإفريقي، ثلاثة للمستقبل، أربعة على أربعة للنادي الإفريقي، ثلاثة أو ثلاثة على أربعة بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى. بلال بن مسعود، بلال بن مسعود أخصائي تنفيذ ضربات الجزاء بالنسبة للمستقبل، خامس ضربة جزاء، خامس ضربة جزاء لو كان يخفق بلال بن مسعود في تسجيلها التأهل من نصيب النادي الإفريقي. ورقة العبور، ننتظر، ننتظر بلال، ملا بلال وملا بن مسعود وملا تنفيذ وملا صنعة وملا تحية من جمهور المستقبل الذي في المرسى. حلوة برشا، حلوة برشا، شاهدوا الإعادة، ممتاز بثبات، بثقة، بفنيات، بصنعة كبيرة. ضربة الجزاء الرابعة من جملة خمسة ضربات جزاء. إذا كان صابر خليفة ينجح في تسجيل الخامسة التأهل سيكون من نصيب النادي الإفريقي لملاقاة الترجي في ديربي العاصمة ضمن نهائي كأس تونس موسم 2015-2016. استناو، ننتظروا خليفة، خليفة يضيع يوسف الطرابلسي، ويضيع صابر قدام يوسف الطرابلسي. 4-4، 4-4، التشويق يستمر، الإثارة تستمر للمرة الثانية. صابر خليفة يضيع قدام يوسف الطرابلسي، ضيع في المباراة دقيقة 61 قدام يوسف الطرابلسي في نفس السيناريو، نفس المشهد يتكرر، يضيع من خلال تنفيذ ضربة الجزاء الخامسة والأخيرة، ضربة الجزاء اللي كانت تنجم تخلي الإفريقي، واللي كانت بالتأكيد كان جات ناجحة بتخلي النادي الإفريقي يمر إلى نهائي كأس تونس لمراقبة الترجي. يلا نمشي لسلسلة جديدة، سلسلة أولى فات 4-4، سلسلة ثانية ضربة جزاء، ضربة جزاء دياكيتي، الموريتاني دياكيتي، ممتاز دياكيتي، ممتاز إسماعيل دياكيتي. تتحول الفرحة من المدرجات الفرعية إلى المدرج الرئيسية، وسامر حدادي في تنفيذ ضربة الجزاء، خمسة لمستقبل المرسى، أربعة للنادي الإفريقي. يستمر التشويق أكيد مشاهدي ومتابعي التاسعة أمام شاشات التلفاز، ما ندموش اليوم باختيار قناتنا لمتابعة مباراة الإفريقي والمستقبل الذي في المرسى. أسامة الحدادي هل يعدل؟ أسامة حدادي ينجح، الحداد ينجح، أسامة الحدادي، 5-5، 5-5، ضربة جزاء ناجحة من جاكيتي، أخرى ناجحة من أقدام اليساري وسام الحدادي. صعيبة، صعيبة على يوسف الطرابلسي في زاوية صعبة تحت العارضة، وسام الحدادي ينجح في التسجيل. طالا نيمبو المنفذ القادم من جانب المستقبل الرياضي بالمرسى، طالا نيمبو، طالا نيمبو، 5-5، 5-5، هل ينجح طالا أم يفشل؟ في كل الحالات لن تحسم الأمور إلا ما يسجل ويسدد الإفريقي ركلة الجزاء الرابعة في السلسلة الثانية. طالا نيمبو الكاميروني، طالا يتقدم، طالا ويضيع، طالا تبقى خمسة، تبقى خمسة، خمسة على العارضة. تالا، تالا أحمد خليل إذا كان ينجح ويسجل المرور إلى النهائي بالنسبة للنادي الإفريقي لمراقبة الترجي في نهائي الكأس نهار السبت في ملعب رادس.
طيحها تلا على العارضة تبقى 5-5. هل ينجح أحمد خليل في منح ورقة العبور للنادي الإفريقي؟ ينبه حروش على حارس المرمى، يتقدم خليل، خليل ويطير. ملا يوسف وملا ترابلسي، تبارك الله عليك يا يوسف الترابلسي، قلت راهو أخصائي في التصدي لضربات الجزاء، يعطي فرصة أخرى لمستقبل المرسى للعودة في النتيجة، يعطي فرصة أخرى للقناوية للعودة في النتيجة. أحمد خليل مثل ما أهدر صابر خليفة أهدر أحمد خليل. 5-5 5-5 5-5. أحلى قناوية 5-5 5-5. محمد علي الكزدغلي، محمد علي الكزدغلي هو يستمر تشويق، تستمر الإثارة. الكزدغلي يتقدم، محمد علي يطير. والمرة هذه فاروق يتصدى، وغضب كبير من يوسف الترابلسي، يقول له وين نتصدى وانت تضيع. لكن هذه هي احكام ركلات الجزاء. الكزدغلي ضيع، محمد علي الكزدغلي وفاروق بن مصطفى يطلب انه هو يتولى التنفيذ. مش ممكن يا فاروق، ثم فخر الدين الجزيري متجه لتنفيذ ضربة الجزاء، وانت تطلب من الإدارة الفنية انك تنفذ. مش ممكن، صحيح نجح في التصدي، لكن ثم فخر الدين الجزيري من سيتولى تنفيذ ضربة الجزاء؟ قد تكون ضربة الجزاء او ضربة جزاء المرور الى نهائي الكأس، قد تكون ضربة الجزاء اذا نجح فيها بطبيعة فخر الدين الجزيري في تحويلها الهدف. ستكون ضربة الجزاء رقم 6 مقابل 5 ضربات جزاء ناجحة للمستقبل. نستناو نستناو ضربة الجزاء يوسف الترابلسي، هل ينجح في التصدي أم فخر الدين الجزيري؟ المدافع يتمكن من التسجيل. جزيري السادسة ناجحة، رقم 6 6-5 الإفريقي إلى نهائي 2015-2016 لملاقاة الترجي في النهائي ديربي العاصمة نهار السبت ضمن كأس تونس موسم 2015-2016. ينجح الجزيري 6-5 بضربات الجزاء بعد التعادل هدف لهدف بين زوج فرق. مباراة كبيرة، مباراة رائعة، مباراة فيها روح رياضية عالية، مباراة شفنا فيها التشويق والإثارة تسابق وتلاحق على مستوى نتيجة. التشويق والإثارة توازن في تنفيذ ضربات الجزاء. ينتهي أو ينتهي.